أنا باجة محمد من دوار ولاد نوال، الخنيشات، إقليم سيدي قاسم. غنحكي لكم على القصة كيفاش تقتلت أختي بواحد الطريقة غريبة. كان قبل ما تقتل بثلاث أيام اتصل بينا النسيب وكيلح باش تحضر الوالدة. هذاك النهار كان الحد وعيطت أكثر من 14 مرة، وتفاجأنا بهاد تفاجأت بهاد العيط ديالو، وتوجهت أنا شخصيا لسيدي عبد العزيز قبل ما نمشي. صيفطت واحد السيدة بنت عمتي باش تعرف الحقيقة. اتصلت بها هاتفيا قبل ما نوصل، قالت لي ربي راه كاين نزاع بينه وبين مرتو، كيعطي التليفونات ديال مرتو الناس غرباء وكيأمرهم يلحوا ليها الهضرة الخايبة بزاف، وهو كيتصنت ومن بعد كيمشي يعاقبها عليها. وكان وصل لهاد الحالة، وصل لواحد الحالة هستيرية حضرت فيها مو وباه وبنت عمتي وأنا، وقال لي شخصيا أنا هاد الشيء نعترف به، هاد الجريمة أنا نعترف بها قدام في الرباط مثلا. من لغد عاود تاني اتصلت به، تلقاني في سيدي قاسم باش نحيد له ديك الفكره ديال التليفونات ديال مرتو. في هذاك النهار اللي كنا انا وياه في سيدي قاسم انتقلت اختي لعند اختها باش تفك النزاع اللي حاصل بيناتهم. هذاك النزاع تبين انه مفتعل باش يستدرج اما الوالده او الاخت اللي كان ما كيحملهمش اصلا، ما كيحملهمش نهائيا. من بعد سيدي لغدا كان تفاجئوا انه كيعيط لنا في الصباح مع 9 ديال الصباح، عزونا وعزوكم واحد اختكم راها ماتت. الخبر كان في عندنا في المنطقه عندنا مع 7 كان تفاجئوا بناس ناس غرباء هما في راسهم الخبار ديال اختنا تقتلت وحنا باقي ما في راسناش. مشينا سيدي عبد العزيز للدار، كان عين الجثة، كنا عيناها عرفناها انها مقتولة بطريقة وحشية نظرا للبقع اللي لقينا عليها حمراء والاثار ديال الحصيرة وسنتها طايحة والعنق ديالها يعني مشوهة، والناس اللي عينوها وكانوا هادو تخلعوا من هذيك الصورة اللي كانت فيها اللي تقتلت فيها. من بعد سيدي اخر الدرك الملكي باش ما يحضروش بدعوى انه كيعيط، وكان ديك الساعه كانوا مسؤولين تما كاين. مشينا عند واحد السيد من تما من المنطقه ولحينا عليه باش يعيط للدرك الملكي، وفعلا عيط الدرك الملكي وصلوا حتى الوحده. من بعد زينا ديك عينو المرحومه عينوها داخل فين تقتلت، والتقطوا لها الصور وهذاك واستابعوا له هو مبدئيا. مشينا للدرك الملكي كامل، كان تفاجئوا بالدرك الملكي انهم حصرونا انا والوالده ورخاه هو مشى مع الضحيه في لومبيلونس المستشفى ديال سيدي سليمان، وهذاك الشيء بان انه غادي يتفاوض مع الطبيب. اتصلت بواحد من العائله اللي باش ينقلني من الدرك نظرا للبعد باش ينقلني لعند المحكمه الابتدائيه بسي سليمان، وكنطلب هاي طلبت من الوكيل راه ضروري من التشريح الطبي باش ناخذوا حقنا. تكلفت انا بالنقل ديال الاخت ديالي من سيدي سليمان للقنيطره بالتشريح، تكلفت بجميع المسائل. مبدئيا الاخت كانت مقتوله بطريقه وحشيه. من بعد التشريح خرج من بعد 15 يوم، هذيك ال 15 يوم كلها كانت الاخت ديالي كانت في المحل عندنا، والشروحات اللي كانت تشرح لنا تم مختلفه على الشروحات اللي كانت على الدرك الملكي، مختلفه تماما. النهار الاول اللي جات التشريح وصلنا لعند الدرك الملكي كيشرحوا لنا ان الاخت تخنقت ميكانيكيا وتهرست من العنق ديالها ومن دراعها، وعندها بزاف ديال البقع الحمراء كتبين انها قاومت يعني اليدين ديالها كانوا هكا والبؤر ديال العين ديالها كانت هنا. وهذيك من بعد يومين تغيرت الاحوال، كنتفاجئ باحد المسؤولين في الدرك الملكي كيشرح للاخت ديالي كيقول لها التشريح ماشي قران، وهذا الشيء المنا بزاف ضرنا. ومشى التشريح مشى هذاك الشيء كامل
المعطيات اللي عطاهم الاخ ديالي تغيروا كاملا. كنتفاجئوا بالملف غادي يمشي بعدم، قبل ما يمشي بعدم الاثبات كنا عارفين كيخطوا كيفاش داك الدوسي يمشي بعدم الاثبات عند النيابه العامه بالقنيطره. والغريب في هذا الامر، الغريب في هذا الامر ان الاقوال ديال اختي كتعارض داك التشريح بكل، كتنفيه تماما وكتطلب وكتقول لنا غادي نعاودو واخا يكلف باش ما كان. حنا من الاول حصلنا على هذه الوثيقه هذه اللي كتبين ان الوفاه غير طبيعيه، وفاه غير طبيعيه. من بعد بدينا كناخذوا جميع الاجراءات ديالنا باش نوصلوا للحق ديال اختنا. لحد الان الوالدين والخوت وجميع العائله كاملين عايشين في واحد الحاله نفسيه يرثى لها، وكيطالبوا باي وسيله كيفاش يخرجوا الحق ديال هذه السيده اللي كانت كتمتع بشخصيه رجوليه وكانت محبوبه عند جميع العائلات في المنطقه، اللي باقى لحد الان كيبكيو عليها وكيستغربوا كيفاش ما وصلوش للحقيقه. الدرك الملكي كيفاش ما بغاش يوصل للحقيقه، كيفاش ما بغاوش ياخذوا الحق ديال هذه السيده اللي ماتت ظلما وعدوانا. اللي الغريب في الامر هو ان هذا النسيب ديالنا اللي كان يتفاوض معنا قدام الدرك الملكي وكيلح علينا كيقول لنا ما تقولوش اني قاتل، انني مقابل ان تنازلوا له على الروح مقابل انه يفك واحد النزاع على واحد العقار مع واحد السيد اللي كنشكوا في العلاقه ديالو معاه انه متورط معاه في القتل. ولدينا واحد الوثيقه اللي كتبين ان هذه الوفاه وفاه غير طبيعيه، لهذا التشريح الطبي اللي كيبين ان الاخت تهرست من العنق ديالها ومن 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 دراعها وتعرضت للتعذيب، واللي ما توصلناش به التشريح لمده 3 اشهر لحد الان ما توصلنا بوالو. وكنوجه من هذا المنبر كنوجه نداء للسيد الرئيس العام للدرك الملكي الحسني بن سليمان اللي كنحترموه وكنحترموا جميع القوى ديال الدرك الملكي، وخصوصا انه فتح لنا واحد التحقيق في واحد الموضوع. كنطلبوا من هذا السيد الرئيس انه يفتح لنا تحقيق في هذا الموضوع، لان المسؤول الدركي المسؤول على هذا الشيء هو اللي قام بهذا التلاعب ضدنا، اللي مشى الملف بعدم باش يمشي هذا الملف بعدم الاثبات. وكنوجه ايضا نداء للسيد وزير العدل، الوزير العدل مصطفى الرميد اللي كنحترموه ايضا، باش يتدخل ويعطي الاوامر للجهه المختصه باش تدخل في هذا الموضوع، لان هذه الاخت هذه اللي تقتلت راها بنت المغرب وبناتكم كلكم واختكم، وخص حقها ضروري خصو يبان لحقاش الناس كتالم من هذه الوضعيه. وفي النهايه كنطلب منكم خوتي وجميع الاخوان باش يساندوني في هذا الموضوع، وشكرا.